بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم بھی خیریت سے ہیں. تو پھر سے آج میں تلاوت کروں گی, میں آپ کو سناؤں گی سورۃ الدحا سے تلاوت سٹارٹ کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الألم نشرح. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب فتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. جزاكم الله احسن الجزاء. میں امید کرتی ہوں میری آج کی تلاوت آپ کو پسند آئی ہوگی. اور سورۃ العلق میں جو آخری آیت ہے لا تطیعوا واسجدوا واقترب, یہاں پہ سجدہ ہے, تو آپ سب نے ضرور سجدہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب کرے.
अल्लाह ताला आप पे अपना खास फजल फरमाए, हमें भी दुआ में याद रखेगा, अपना ढेर साला ख्याल रखेगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।